يعز علينا طبعاً أننا نودع النهاردة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا كرولوس اللي احنا عشنا معاه يعني سنين طويلة، يعني تقريباً 45 سنة. يعني احنا فتحنا عينينا لقينا الأنبا كرولوس في البروشية، وربنا يعوده كل خير أنه يعني خدم المدة الطويلة دي في البروشية وعمر فيها كتير وشملنا بعنايته ورعايته. نتمنى أنه يذكرنا في صلواته أمام عرش النعمة.